ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون عن ارواج ماك، او ايه الارواج، درجات الارواج اللي عجبتني او حسيتها مميزه لما تروحي ماك او تكوني عايزه تشتري من ماك روج انصحك بيهم. يعني ده اختياري الشخصي طبعا. ارواج ماك فيها يعني كميه درجات لا تتخيليها، ممكن يبقى مثلا 50 او اكتر. فطبعا لما بتخشي المحل او حتى بتبقي عايز تشتري اونلاين، لو ماك مش متوفر في البلد اللي انتوا فيها زي مصر مثلا، فهتحتاري جدا من كمية الدرجات اللي موجودة، ومن كتر ما هي قريبة من بعض، من كتر ما هي كتيرة قوي، ممكن تعمل لك زي زغللة كده، ما تبقيش عارفة تختاري صح. زائد كمان ان هي مش بس فيها درجات الوان كتير، فيها كذا لاين، في الساتن وفي المات وفي الباودر كيس، وفي في هي من انهي فئة، هل هي ساتن هل هي مات. لو تلاحظوا في اتنين حجمهم صغير زي ما انتم شايفين بالشكل ده، لان ماك عاملين زي بيسموه ميني سايز من بعض الدرجات، مش كلها، المشهورة عندهم، وسعرها تقريبا النص من السعر بتاع الكبير. فده برضو خيار حلو جدا لو انت عايزة روج، يكون عايزة تجربي الدرجات بتاعتهم مثلا او الارواج بتاعتهم، ومش عايزة تدفعي كتير، او عايزة حاجة سعرها يكون بسيط، لان انت مثلا مش بتستعملي ارواج كتير، او مثلا للشنطة كل الكلام ده. فانا جايبه 2 منهم و3 من الكبار. هبدأ اقول لكم اسامي الدرجات وهعمل لكم سكواتش ليها. ونبدأ باول درجة هي انا ارشحها لكم لو انتوا عايزين تشتروا من ماك، وهي درجة لونها احمر اسمها روبي وو. دي من اكتر درجات المشهورة عند ماك. لو انت عايزة لون احمر فيلفت كده، احمر كلاسيك، بينور البشرة، بيبيض السنان، انصحك جدا بالدرجة دي اللي هي اسمها روبي وو. دي احمر احمر صريح. دي من اللاين اللي هو اسمه ريترو مات. دي المات بتاعها ناشف شوية، يعني لما تيجي تحطيه كده هو بيتحط بصعوبة شوية، وفي نفس الوقت ثباته اقوى من المات العادي، وبيقعد على الشفايف فترة اطول، وبس ناشف سنة بسيطة جدا. هعمل لكم سواتش للدرجة، حتى وانتي بتحطي الدرجة تحسي بتحط نوعا ما بصعوبة شوية، مش عارفة باينة عندكم ولا لأ. هي لون احمر احمر قوي جدا جدا جدا. دي بتليق على كل البشرات، انا بحس انها بتليق على البشرة الفاتحة والسمرة والخمري او القمحي، كل درجات البشرة بتليق عليها جدا الدرجة دي اللي هي روبي وو. عجبتني جدا جدا جدا. تاني درجة اكلمكم عنها هي من الميني سايز، صغيرة كده، بتبقى من جوه بتبقى شكله رفيع زي ما انتوا شايفين، بس حجم الكمية بتاعته وحجمه بصراحة انا شايفهم حلوين جدا وسعره مناسب. دي من اللاين اللي هو المات، بيبقى فيه سن الترطيب عن الريترو مات اللي هو كان منه الروبي وو. انا مسحته للاسف لان بنتي عيطت وتردت على الفيديو، رحت شلتها وحصل حاجات فمسحته. الدرجة دي اسمها ويرل، ايوه شوكولاتة، هو كده، عارفين البني الشوكولاتة، هو ده لون الشوكولاتة بالظبط اللي بالحليب، يعني زي ما انتوا شايفين. ده سواتش ليها، هي من اللاين اللي هو الكريمي شوية، ملمسه بيتعمل بسوي شوكولاتة. عجبتني الدرجة دي جدا برضو، حسيتها مميزة، بتدي شكل حلو للبشرة. نوعا ما حسيت انها ممكن ما تبقاش احسن حاجة على لون بشرتي، يعني هتبقى احلى اعتقد على الناس اللي بشرتهم خمرية وسمرة اكتر من البيض. هي مش وحشة بس مش احلى حاجة، يعني حسيت انها مش احلى درجة قوي بالنسبة لي، بس هي درجة من الدرجات اللي انا حسيتها درجة مميزة يمكن ما شفتهاش كتير قوي. عندنا 3 درجات، دول درجات من درجات النيوت، عشان كده قلت خليهم مع بعض. 2 اللي هم الباكج بتاعتهم
فيها لمعة شوية دول المات، ودي اللي هي الشكل العلبة بتاعتها فيلفت شوية كده او مخملية، دي من اللاين بتاع باودر كيس، لاين باودر كيس. حاضر جاية لك، سامعين زمزقة. لاين باودر كيس هو اللاين اللي بيبقى فيلفت كده شوية، مش بيلمع زي كده. انا هروح لها وارجع لكم تاني، هنصور الفيديو ده على 600 مرة. الدرجة دي من درجات الباودر كيس، هي بتبقى شوية كأنها بودرة كده، يعني الليبستيك يعني زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي لمعة. بس اللي انا ما عجبنيش اللاين ده لان هو اقل واحد في الثبات عن الباقيين كلهم، عن المات والريترو مات، ده اقل واحد في الثبات، واللمعة بتاع ما فيهوش لمعة كده بيبقى مخملي شوية اكتر عن الباقيين على الشفايف، وبيكون اللون بتاعه بتحتاج تحطي اكتر عشان يبقى واضح اكتر. زي ما انتوا شايفين دي درجة من درجات النيود اللي على اورنج شوية او على بني شوية. دي درجة اسمها ستي كيريوس سواتش، ليه هعمله هنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، دي بني اهي، دي نيود على اورنج شوية او على بني شوية، من الدرجات اللي بحبها جدا لكل يوم، حلوة جدا على البشرة، بتفتح الوش، تقدري تحطيها من غير اي ميك اب خالص على وشك، تحسي بشرتك كده شكلها حيوي وصحي وجميل. بس زي ما قلت لكم اللاين ده ما عجبنيش. ده درجة من درجات النيود، اللون ده واللون ده قريبين لبعض شوية بس مختلفين نوعا ما يعني، ومن الدرجات اللي انا برضو بحبها جدا علشان كده عجبوني واشترتهم، لان بستعملهم على طول ولكل يوم. اول درجة هي ميهر، او هي ميهر، اسمها ميهر، درجة معروفة جدا جدا في ماك، ومن الدرجات البيست سيلر، وموجودة في الترافل سايز او الميني سايز اللي هو ده، وموجودة برضو في اللي هو الحجم الكبير العادي. هي درجة كده نيود على بينك شوية، غامقة سنة بسيطة. طبعا دي من اللاين المات، حلو جدا بحبه جدا. ده شكله زي ما انتوا شايفين، بصوا من خط واحد بيدي لون تحفة، نيود رائع جدا على الشفايف، بحب قوي الدرجة دي. بحب لونها على شفايفي، بتنفع لكل يوم، حلوة جدا 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 جدا. وتاني درجة هي يودنت جيتت، هي دي، ده شكلها برضو نيود على بينج، ولكن هي تشبه يعني، من يعني تحسوا كده نوعا ما ان هي قريبة ل درجة مير، ولكن هما فيهم اختلاف، يا رب يكون واضح عندكم. زي ما انتم شايفين دي اكتر بينك، دي اغمق شوية زي ما انتم شايفين، بس هما نفس الفصيلة. انا الاثنين تحفة، دي افتح سنة بسيطة على بينك اكتر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بصوا مش عارفة اوضح لكم، على الايد مش باين قوي اللون ان يعني في فرق، دي تحسوا انها غامقة ودي على بينكي اكتر او بينك اكتر. المهم ان الدرجتين دول من احلى الدرجات اللي جربتهم وبحبهم جدا. هعمل لكم سواتش تاني عشان كنت مسحت الدرجات، ده اللي قلت عليه. على دي الدرجات بالترتيب، دي الدرجة اللي هي على بني اللي هي ورد، ودي روبي وول احمر، ودي الستي كيريوس اوكي، ودي اللي هي مهر الغامقه شويه، النيود اللي على بينك غامق شويه، والنيود اللي على بينك فاتح اللي هي اسمها طويل برضو جدا، يو وودنت جيت ات، هي دي الاخيره. بس كده هي دي الدرجات اللي عجبوني جدا في ماك، انصحكم بيهم لو انتوا عاوزين، هي دي الدرجات اللي عجبتني جدا في ماك، انصحكم لو انتوا عايزين تجربوا درجات من ماك ان انتوا تشوفوا الدرجات دي، حلوه قوي على الشفايف، انصحكم بيهم. عجبتني جدا الريترو مات، ثباتها تحفه، والمات برضو دي ودي السبب بتاعهم حلو جدا. البودر كيس مش عجبني اللاين ده قوي، هو مات برضو ولكن اقل ثباتا منهم واضعف في اللون شويه، فيعني ك ك ك يعني ك كماتيريال مش عجبتني قوي بصراحه، بس كلون حلو، فهو ده اللي جذبني فيه.
بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا. انا شخصيا لما جيت اشتري الالوان دي ودرجات دي، في منهم درجات انا روحت كنت اجربها علشان لقيت يوتيوبر اتكلموا عنها زي ماهر وروبي وو، كنت عارفة اساميهم من قبل كده من يوتيوبر. فالتوصيات بالالوان بتبقى مفيدة جدا، لان درجات ماك كتيرة قوي لما بتروحي بتحتاسي جدا. فلو ما كنتيش عارفة اسامي درجات بعينها هتلاقي نفسك تلخبطي شوية عشان تجربي الدرجات. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة. لو ما كنتوش اشتركت في القناة فعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار او منزل فيديو على طول. وبس كده، اتمنى تكونوا ان انتوا استفدتوا واستمتعتوا. عايزه اقول لكم الفيديو ده انا صورته تقريبا على 5 مرات علشان خاطر بنتي كانت كل شويه تعيط، وحاليا انا صورت اخر مقطع وانا شايلاه على حجري، قاعده دلوقتي على حجري وانا بصور لكم. بس كده، ف يا ريت تدعموني وتعملوا لي لايك وشير كتير، علشان حقيقي انا بتعب جدا في التصوير ومحتاجه معجزه وتشجيع فظيع علشان اعرف اصور لكم فيديوهات في وجود طفل صغير. بس كده، باي باي.